السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متابعي قناه ناس ديامو، مرحبا بكم. الفيديو اليوم ان شاء الله بحول الله غادي يكون حول نبات الهيبسكوس او لما يعرف بورده الجمال. نبات الهيبسكوس هو نبات مستديم خضره كيتميز بالنمو السريع، بحيث ممكن يتراوح الارتفاع ديال الشجيره او ديال الشجره ما بين متر ونص حتى لخمسة امتار حسب النوع. وهذا النبات هذا هو متعدد الالوان من ناحيه ديال الازهار ديالو، ففيه الاصفر وفيه الاحمر وفيه الوردي وفيه البنفسجي وفيه الابيض ايضا. وردة الجمال عمرها للاسف لا يتجاوز اليوم الواحد، بحيث كتفتح الوردة وكتموت في اليوم التالي وكتظهر بلصة ورود اخرى. هو نبات محب للشمس، يعني لا ينجح في الظل. وبالنسبة لها الشجرة هذه تحب أنها تكون في الأرض المباشرة، ولكن في حالة ما إذا كنا بغينا نعمله مثلا شجيرة صغيرة في أصيص، فيفضل أن يكون أصيص يكون حجم ديالو كبير، لأن الجذور الشجرة كتنمو بسرعة، وإذا لاحظنا بأن الشجرة كبرات بزاف فضروري نقلها للأرض المباشرة. اليوم إن شاء الله بحول الله غادي نشارك معكم طريقتي كيفاش تكثروا من هذا النبات هذا. فانا كل ما عملت هو انني خديت واحد الغصن اللي السن ديالو يعني اكثر من سنه، فخديته وعملت منه عقل على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا. عملت منه عده عقل، فقمت بالزراعه اولا قمت بغرس هذه العقل هذه في تربه اللي هي تربه مزيانه وفيها التسميد يعني جيده التصريف. وكيف ما كتشوفوا خديت قنينه مشروبات وقسمتها على جوج واحتفظت بالجزء العلوي، غرست فيها ديك العقل اللي عملت. علاش كنقول لكم بان بزاف ديال العقل؟ لان ما كنضمنوش بان جميع العقل غادي تنجح معنا. ومن بعد ما سقيتها قمت بالتغطيه ديالها بالغطاء ديالها نفسه وعملتها في مكان تصله بعض الاشعه، يعني ماشي اشعه كامله ولكن كتخلل بعض الاشعه لانني وضعته في واحد تحت واحد الشجيره. فبقيت كنراقبه مره وكيف ما كتشوفوا معايا هنايا الشتلات بداو كيبينوا لي وريقات صغارين، ولكن هذا لا يدل ابدا ان الشتله نجحت معنا 100%. فخصنا حتى نلاحظوا بان بدات كتخرج عندنا اوراق كثيره، وحتى نشوفوا بان الشجره بدات كتعمل جذور. فانا بقيت كنصور هاد الشتلات يعني كل بين الفينه والاخرى. اثناء المراقبه ديالي للنبات فلاحظت بان فقط شتلتين هما اللي نجحوا ما بين ديك الخمسه، يعني ثلاثه فشلوا وجوج اللي نجحوا، ولكن هاد جوج هادو الحمد لله يعني باقين بصحه جيده. هنايا كتشوفوا هنايا راه تقريبا في عمر شهر ونص تقريبا، فغادي تلاحظوا معايا من خلال الفيديو النمو ديال هاد الشتلتين. هنا الشتلة ديالي تقريبا بعمر الشهرين وبقي انا كنغطيها، فقط غيرت الغطاء يعني زولت هذاك اللي كان عندي لان اصبح الحجم ديالو صغير مع نمو الاوراق، وعملت واحد اكبر وبقيت كنغطيها لان كاين في هذه الفتره هذه فكاين عندنا بزاف ديال الشرقي او الرياح الشرقيه، والرياح هي العدو الاكبر للنبات اكثر من اي حاجه اخرى. فالرياح الشرقيه بالخصوص تدمر النبات وكتسبب في التجفف في التربه، فضروري كان لازم انني نبقى كنغطيها. هنا كنشارك معكم هاد الشجيره هذه اللي هي اصلا حتى هي كانت عقله، هذه انا شريتها من مشال جاهزه، ولكن حتى هما كانوا قاموا بالتعقيل ديالها فقط من غصن ناضج كيف ما كتشوفوا. هاد الشجيره خديتها تقريبا هذه سنه وهي عندي، ولكن ما كبرات بشكل طولي فقط يعني ما عملتش اغصان جانبيه، فانا قمت بالتقليم ديالها ان شاء الله انها تنجح وتعمل اغصان جانبيه. كان هذا الفيديو ديال اليوم، كنتمنى باش انني نكون فدتكم ولو بفكره. اذا عجبكم الموضوع فما تبخلوش علينا بلايك، اذا عجبكم المواضيع اللي كننزل شاركوا معايا في القناه باش توصلوا بالجديد ديالي، وانتظروني ان شاء الله بحول فيديوهات قادمه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.